عمري ببقى مستغربة عادة بتحصل في أي كتب كتاب، لازم تلاقي أبو العروسة والعريس حاطين إيديهم في إيدين بعض ومغطينهم بمنديل. على طول بيجي في بالي رياكشن عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال. أتريد منديلا أم منديلا ترين؟ أريد منديلا. منديلا. نعم. أبتاه! هل نصعد إلى الجبل؟ مهم انت تلاقي ان الكل مستني المنديل ده، ستات العيلتين متجمعين حوالين الترابيزه مستنيين لحظه الصفر، مين هياخد المنديل اول ما المأذون يخلص؟ وعينك ما تشوف الا النور بقى يا حبيبتي. ما يصحش كده يا طنط، انا عارفه والله انك فرحانه بس ما ينفعش اللي بتعمليه ده بالمأذون. المأذون المأذون ذنبه ايه؟ المأذون اتشفط يا جدعان. يلا كان راجل طيب والله. المهم انا بحكي لكم القصه دي كلها ليه بقى؟ عشان انا عرفت السر في المنديل. الموضوع ده طلع ان هو عاده من ايام الفاطميين، لان العريس كان بيدفع مهر العروسه لابوها وهما بيكتبوا الكتاب، فكانوا بيغطوا ايديهم بمنديل علشان ما حدش يعرف المهر كام، طبعا من انواع الستر يعني، او خايفين من الحسد بقى ما تفهمش. وتحول بعد كده المنديل ده لمطلب جماعي في كل الافراح.